يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعم الفئات الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية. وفي هذا الإطار تم تنظيم احتفالية لذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بقرى مركز أجا محافظة الدقهلية. نظمت جمعية الأرمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية لذبح الأضاحي وتوزيع أكثر من 250 كيلو لحم على الأسر الأشد احتياجا بقرى ومركز أجا محافظة الدقهلية لإدخال البهجة على قلوب المستحقين بمشاركة أكثر من 50 متطوع. احنا النهاردة في مجزر طنامل في مركز أجا بيتم دبح خلال 4 أيام التشريق ان شاء الله هندبح 45 راس ماشية. بعد الدبح ان شاء الله يعني متوسط او الاوزان والرؤوس هتدينا لحم تقريبا 10,000 كيلو. بنستهدف عدد كبير من الناس اللي هم الغلابة اللي يستحقوا، ان احنا بندرس الحالات دي بنفسنا. احنا ببقى شغالين الاربع ايام بتوع العيد، طبعا من ساعة صلاة العيد بنبقى موجودين هنا في المجزر لان احنا بنشتغل الصبح بدري، فاحنا بنبقى فرحانين الحاجة دي هتوصل للناس في ايام العيد وتفرحهم. الاحتفالية أيضا شهدت وجود بعض المتبرعين بالصكوك لجمعية الأرمان الذين جاءوا رفقة أهلهم وأطفالهم ليعبروا عن مدى ثقتهم وفرحتهم بما شاهدوه من تنظيم لطريقة ذبح الأضاحي وتقطيعها وتغليفها ليتم توزيع 10,000 كيلو لحم خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلى المستفيدين داخل بيوتهم. الناس هنا بحس أنها بتشتغل فعلا بإتقان لوجه الله، يعني تحس في روح أن هم جايين لا يخدموا ويعملوا حاجة نظيفة. الدعاية اللي شفتها على التلفزيون والمجهود اللي جيت شفته على الطبيعة هنا جمعية الأرمان بصراحة فخر للمصريين وعمارة مصر وتحيا مصر. الجدير بالذكر أن جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضعت خطة عمل متكاملة تستهدف من خلالها توزيع 1,350,000 كيلو لحم مستوردة وبلدية توزع هذا العام على محافظات الجمهورية كافة وبخاصة القرى والنجوع الأكثر احتياجا حتى يسعد الجميع بعيد الأضحى المبارك.